حياكم الله أعزائنا المشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه الحلقة نستضيف هنا في الأستوديو الشاعر السوري جهاد محمد الخالد. أهلا بك مجددا وحياك الله مرة أخرى أستاذ جهاد. حياكم الله وبياكم، وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وأشكر قناة الرافدين والعاملين فيها. نحن أكثر سعادة لتشريفك لنا في هذا اليوم، ودعنا ندلف من باب تساؤلات مباشرة. ولعل السؤال الأول الذي سأطرحه عليك هذه المرة، هل تموت الرغبة بكتابة الشعر في حس الشاعر حتى وأن توقف عن الكتابة لظروف معينة؟ الرغبة لا تموت في وجدان الشاعر، ولكنها الفكرة تحتاج إلى أن تختمر. ربما يمر الشاعر بظروف صعبة وقد يرهق الشاعر، إلا أن فكرة القصيدة حاضرة في وجدانه، وبعد اختمارها تنطلق على لسانه دون أن يدري. الآن دعنا نذهب إلى أسئلة من نوع مختلف. نعم. عن الأسئلة الشعرية. نعم. هناك من يرى أن الخيانة أصبحت حق ووجهة نظر، باعتقادك الشخصي هل هي حق أم هي ظلم وجرم؟ الخيانة أم شيء غير ذلك؟ الخيانة هي ظلم وجور، ولا سيما إن كانت الخيانة تأتي عن سوء نية مسبقة. لذلك يجب أن يكون الإنسان قلبه كقلوب الأطفال، لا ينظر إلا ببراءة الأطفال، لا يحمل حقدا على الآخرين، فإن أساء الظن بالآخرين فهذا ظلم وجور. نعم. إذا أردنا أن نتحدث الآن أيضا في موضوع آخر، وهو موضوع كثر الحديث فيه شعرا وكثرت الكتابات به، وقل من تجد لديه نصا مبتدعا ومبدعا ومذهلا ومدهشا. نتحدث هنا عن المديح النبوي. حدثني عن فكرة المديح النبوي بشكل عام قبل أن تذهب إلى قصيدتك الأولى وهي مدحية وعنوانها أسرار إن لم تخن الذاكرة. حدثني أولا عن فكرة القصائد المدحية وكيف يمكن أن تتسم بالتجديد دائما وألا تصبح جامدة ومكرورة. ينطلق المديح النبوي من وجود النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المتلقي والقارئ معا، وقلب الشاعر المرسل الذي يقوم حينما يجب أن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم في وجدانه حاضرا. نعم. وأن يطبق سنته، وأن يكون هذا الشاعر قرآنا على الأرض يمشي. هذا الكلام جميل. نعم. ويمكن يقول لك أحدهم. نعم. هذا الكلام كلنا بنسعى أن نطبقه. نعم. ونجتهد قدر المستطاع كثير أن نطبقه على الأرض، لكن الحديث هنا عن فكرة القصيدة. نعم. المدهشة في موضوع كثرت الكتابة فيه، كيف يمكن تخليق وبناء هذه الدهشة شعرا؟ بناء الدهشة تكون على بناء على ثقافة سابقة، ويجب أن يقرأ الشعر كثيرا وأن يطلع على ما هو جديد وأن يستمر في قراءاته وتعبيراته، ويجب أن لا يغفل عما يكتبه الشعراء المحدثين والقدامى. نعم. حتى تنطلق الصورة نحو رؤية أفضل ونحو إدهاش يريده المتلقي. إلى قصيدة وإدهاش يريده المتلقي. أسرار إلى القصيدة. أسرار على وجنة القلب. نعم. وأهز طيفي إن أتاه قتيل، يا نازحا نوح الغيوم فتيل، لا تحسبن الشوق نزوة عابث، فالشوق غيث في الجفون نزيل. النار تزجر في الضلوع غواية، والروح تشهد والعروق تميل. جميل. والطيف يسكن في مرافئ خافقي، طللا يعمر ناظري ويقيل. والظعن ينسج في البوادي شوقه، فرضا يهيج ورده هابيل. يا حادي الأجفان قل لقصيدتي بالشام تبكي، فالدماء تسيل، والقدس ثكلى في بيادر حزنها تشكو لظاها، والدموع سبيل. خذني أعفر في هواه نواظري، خذني أعفر في هواه نواظري، فالنظم يهذي والحروف تهيل. جسدي
تسرب في الرياض ليرتقي ويعيد رسم أنينه قنديل الزهر يعشق من نداه حروفه والشهد هام على سناه يطيل والغار يخفق والطيور أسيرة والبدر يبصر والسحاب عليل والنوق تطرب والرياح خبيرة والنجم في كبد السماء كحيل سأزف للمعنى حماما عاشقا ليعود للقلب اليتيم هديل وأهيج الأوتار بين ضلوعنا وزنا يؤرخ دمعه منديل سأزف للمعنى حماما عاشقا ليعود للقلب اليتيم هديل وأهيج الأوتار بين ضلوعنا وزنا يؤرخ دمعه منديل إني لأرقب في هواه الملتقى صوت رياح العشق حين تحيل علي أسابق ما تبقى من دمي ليهل في النبض الأسير صليل وأقول للناي المسافر نحوه أسرج جراحك فالمقام جليل خذني أرتق ما تمزق في فمي فالذنب يعصف والجناح كليل فالذنب يعصف والجناح كليل هذا الجناح الذي يقودنا إلى محبة ممتدة لا يمكن أن تنفصل عن سيرة عطرة وتقودنا كذلك إلى الحديث في مضمون هذه السيرة ولكن بشكل مختصر هل الشاعر يتكئ على السيرة باعتقادك حينما يريد أن يكتب هل هو إلزامي على الشاعر أن يتكئ على السيرة حينما يريد أن يكتب في مديح النبي صلى الله عليه وسلم أم يمكن أن يكتفي بوجدانياته الذاتية؟ يجب أن لا يكتفي الشاعر بوجدانياته الذاتية وأن يعتمد على السيرة لأن الشاعر يؤرخ في مديحه النبوي لبعض القضايا وقد يكون البعض غير مطلع على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكتشف صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه من خلال هذه القصائد إذن الشاعر يؤرخ ويجب أن يكون دقيقا وملتزما بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت إجابة هل لهذه القصيدة من تتمة؟ نعم لك ذلك تفضل سأزف للمعنى حماما عاشقا ليعود للقلب اليتيم هديل وأهيج الأوتار بين ضلوعنا وزنا يؤرخ دمعه منديل إني لأرقب في هواه الملتقى صوت رياح العشق حين تحيل جميل علي أسابق ما تبقى من دمي ليهل في النبض الأسير صليل وأقول للناي المسافر نحوه أسرد جراحك فالمقام جليل خذني أرتق ما تمزق في فمي فالذنب يعصف والجناح كليل لأحن مثل الجذع فوق رياضه كالنوق أشكو والحبيب كفيل هو آية الخلق العظيم وشهده وآية الخلق العظيم وشهده من علم الأقوام كيف تكيل من أدب الجار المدان بصبره ليصون ود العالمين خليل وأعاد للضلع المهدم رسمه ما فاح فضل في الحياة نبيل أسوار كسرى هللت لقدومه والنور في بصر الشآم يزيل فاستلهم النور المضاء بوجنه سحب السلام وراية ونخيل إن رمت قصرا في حدائق ذكره اعشق حروف الزهر ذاك دليل واذكر حبيبك في عيون قصائدي ما دام يوقد في الهوى ترتيل لا تظمأ الأفواه حين يزورها ذكر يحرض طيبه جبريل جميل. الله يكتب في شقائق نبضنا الحب أحمد والإله وكيل هو درة الكون المكلل بالرضا هو نور رب العالمين أصيل هو درة الكون المكلل بالرضا هو نور رب العالمين أصيل صلى الله عليه وسلم هو نور رب العالمين أصيل ودامت هذه الأصالة النابضة إيمانا وانتماء لسيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم
هل تؤيد أستاذ جهاد فكرة الدواوين الشعرية المجتمعة، مثلا 50 شاعرا يكتبون 50 مدحية في المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني الدواوين التي يكون واجهتها الموضوع وليس الشاعر، هل أنت مع مثل هذه الأفكار أو ترى بغيرها؟ نعم، أنا مع هذه الأفكار حتى يطلع القارئ على أكثر من نموذج شعري ويرى ما هو المشترك بين هؤلاء الشعراء على بعد المسافة بين هؤلاء الشعراء، مع أنهم لم يلتقوا في مكان واحد، فيرى ويبحث عن حلقة الوصل بين هؤلاء الشعراء، من أين استمدوا هذه الثقافة، وما الذي جعلهم يشتركون في شيء معين. إذن هي خطوة جميلة، ولكن على صاحب هذا الكتاب أن يحسن الاختيار حتى يؤثر في عمق المتلقي، لأن الكلمة إن أثرت في عمق المتلقي ستبقى خالدة منيرة مشعة عبر الزمن. جميلة هذه الإجابة، ونكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالمديح النبوي، ونذهب إلى حارات سوريا التي يحن إليها أهلها. باعتقادك بعد 10 سنوات من الزمن، في حال يعني نقولها آسفين ظل الوضع على ما هو عليه، باعتقادك هل يمكن للناس أن ينسوا ذكرياتهم، أيامهم، أماكنهم، صباحاتهم، حاراتهم، البلاد، أهلها، الشاي، القهوة الشامية؟ باعتقادك هل يمكن أن تجرهم الحياة إلى ظروف صعبة تجعلهم ينسون تلك الذكريات؟ هل هذا وارد؟ لا يستطيع الإنسان، الإنسان ابن مكانه، ابن ثقافته، ذكرياته، لا يستطيع الإنسان مهما ذهب إلى أقصى الأماكن أن ينسى تلك الذكريات الجميلة، لا يستطيع أن ينسى حارته، الأنهار، لا يستطيع أن ينسى الجدات، العجائز، الحكاية القديمة التي تحمل الكثير من الخرافات والأساطير، لا يستطيع أن ينسى أبناء حارته. لذلك أقول في ذلك، وقد هيشت الشوق في وجداني وفي خاطري، أقول واسمح لي أيضا أن ألفظ حرف القاف بلهجتي هنا لقصيدة كتبتها وهي تهزني حقيقة كلما أذكرها. قلت: خذني لذاك الحي واستبق الورى، قلبي مع الخابور شاخ وعبرا. خذني لذاك الحي واستبق الورى، قلبي مع الخابور شاخ وعبرا. قلبي بذاك الشوق قد قصيده كأنين شاو في الحياة تعثرا، يرمي بيم الحزن شامة جرحه ويعيد لثم الناعي حين تكسرا، ويئن في ثغر الحروف خريفه ويقول دمعي يا بلاد تحسرا. طفلي بتلك البيد راية نازح وعيون جد في الرماح تدثرا. من أطعم الأسماك جثة عاشق وأذاع في جوف القصائد خنجرا؟ من أوهم الأيام أن زمانها غسق تجلى في البلاد وعسكرا؟ من يرسم الميدان قبل أفولنا ويجيء في سفن النجاة مبشرا؟ من يرسم الميدان قبل أفولنا ويجيء في سفن النجاة مبشرا. جميلة هذه الرأية بكل ما فيها من تشوف للمستقبل وإبداع على طريق من ينحتون مجازهم وأفكارهم بأسلوب التنبؤات وتوقع ما يمكن أن يحصل. هذا الانتماء إلى ذكريات بلد لا يمكن أن يموت، ربما يقودنا إلى سيرة عربية وإلى حقوق إنسان المواطن العربي شعرا أيضا، لكن هذه المرة ليس بلسانك ولكن بلسان الأستاذ خالد الدغيم، وهو شعر للكبير نزار قباني. ما رأيك أن نذهب أنا وأنت ونستمع إلى هذه القصيدة؟ نتشرف بالأستاذ خالد الدغيم ونتشرف بالقصيدة التي ستقرأ الآن. إذن نذهب نحن وإياكم أعزائنا المشاهدين لمتابعة هذه
القصيدة، ومن ثم نعود لاستكمال الحلقة مع ضيفنا هنا في الاستوديو. ابقوا معنا. أوراقنا مريبة، أفكارنا غريبة، فلا الذين يشربون النفط يعرفوننا، ولا الذين يشربون الدمع والشقاء. معتقلون داخل النص الذي يكتبه حكامنا، معتقلون داخل الدين كما فسره إمامنا، معتقلون داخل الحزن وأحلى ما بنا أحزاننا، مراقبون نحن في المقهى وفي البيت وفي أرحام أمهاتنا، حيث تلفتنا وجدنا المخبر السري في انتظارنا، يشرب من قهوتنا، ينام في فراشنا، يعبث في بريدنا، ينكش في أوراقنا، يدخل من أنوفنا، يخرج من سعالنا، لساننا مقطوع ورأسنا مقطوع، وخبزنا مبلل بالخوف والدموع. إذا تظلمنا إلى حامي الحمى قيل لنا ممنوع، وإن تضرعنا إلى رب السماء قيل لنا ممنوع، وإن هتفنا يا رسول الله كن في عوننا، يعطوننا تأشيرة من غير ما رجوع، وإن طلبنا قلما لنكتب القصيدة الأخيرة أو نكتب الوصية الأخيرة قبيل أن نموت شنقا غيروا الموضوع. يا وطني المصلوب فوق حائط الكراهية، يا كرة النار التي تسير نحو الهاوية، لا أحد من مضر أو من بني ثقيف أعطى لهذا الوطن الغارق بالنزيف زجاجة من دمه أو بوله الشريف. لا أحد على امتداد هذه العباءة المرقعة أهداك يوماً معطفاً أو قبعة. يا وطن المكسور مثل عشبة الخريف، مقتلعون نحن كالأشجار من مكاننا، مهجرون من أمانينا وذكرياتنا، عيوننا تخاف من أهدابنا، شفاهنا تخاف من أصواتنا، حكامنا آلهة يجري الدم الأزرق في عروقهم، ونحن نسل الجارية، لا سادة الحجاز يعرفوننا، ولا رعاع البادية، ولا أبو الطيب يستضيفنا، ولا أبو العتاهية. أكيد نحن الآن سنتحدث بهذا الموضوع. حياكم الله أعزائنا المشاهدين مجددا، أرحب بكم. وضيفنا هنا في الأستوديو الأستاذ جهاد محمد الخالد، وهذا الموضوع الذي جعلك تتحدث بعفوية وهو موضوع معاناة اللاجئين وما لديك فيه، تفضل. وأنا أسير في الشارع بعد عيد الأضحى المبارك التقيت بامرأة تبكي، قلت لها ما بك يا أختاه؟ فقالت لي مررت بإحدى الجمعيات الخيرية ومعي هؤلاء الأطفال، نعم، لأبحث عن ملابس لهم، فزجرني أحد الموظفين وطردني. يا الله. وقد أثرت في كثيرا، فكتبت هذه الأبيات. تفضل. لأعبر عن ألمها وألم النساء. تفضل. القصيدة بعنوان أطفال بلا حادي. من قال مرسين تغفو فوق أكبادي، من قال مرسين
تغفو فوق أكبادي في نشوة العيد أطفالي بلا زادي. من قال مرسينو تغفو فوق أكبادي في نشوة العيد أطفالي بلا زادي. ألم شعثي على البلوى وأعصرني مذ سال دمعي على الخدين في الوادي. ألم شعثي على البلوى وأعصرني مذ سال دمعي على الخدين بالوادي. ترن الثكالى ترن الثكالى إلى جمعية جمعت بين السفيه وبين الماكر السادي. ترن الثكالى إلى جمعية جمعت بين السفيه وبين الماكر السادي. يغدو اللئيم على الثكلى فيغرقها في كفة الفقر بين الحين والغادي. يغدو اللئيم على الثكلى فيغرقها في كفة الفقر بين الحين والغادي. أيرغب الناس نصرا ما له مثل وساحة القلب لا طفل ولا حادي. يا الله. أيرغب الناس نصرا ما له مثل وساحة القلب لا طفل ولا حادي. لا والله. ربما هذا النص لفظ أفوك أكيد يقودنا إلى سؤال. نعم. هذه المؤسسات وهذه الجهود التي لا ننكرها طبعا ولا نعيب أصحابها، لكن باعتقادك هل هم مقصرون بحق أطفال سوريا المهجرين مثلا؟ كل على الرغم من كل الذي يفعلونه، كل الجمعيات الخيرية الوقفية مقصرة تقصيرا شديدا، لأنها تقتصر على أبناء المدن. أنا من الحسكة وأنت من اللاذقية وأنت من طرطوس، فابن الحسكة لا يعطي لابن اللاذقية وابن اللاذقية لا يعطي لابن الشام وابن ألا الشام. ترى أن هذا القول ربما كان قاسيا قليلا حينما تطلق القول على عواهنه وبعض الجمعيات يعني ترمي الكل به؟ نعم. ربما يقول قائل مثلا. نعم. بعض الجمعيات وأنا مطلع على هذا هكذا الأمر. الآن أنت تراجعت قبل قليل. نعم. قلت كل، الآن بعض. نعم. إذن أنت ترى أن البعض مقصر. نعم. وليس نعم. الكل. نعم. هو يعني خانتنا لفظا نقول البعض. البعض. نعم. تمام. تمام. لذلك نحن متفقون. نعم. إنه البعض. نعم. البعض يعني هذا، هناك من يقتصرها على ابن مدينته ولا يعطي المحافظات أبناء المحافظات الثانية، فيعاني الناس كثيرا من هذا الأمر. يعني نحن متفقون على أن البعض ربما يكون متهم بالتقصير وربما هو مقصر بالفعل. هذا ربما يقودنا إلى تساؤل الآن. طيب ما الحل من وجهة نظرك كمتابع من بعيد ولست في موقع مسؤولية؟ هل لديك مثلا فكرة تطرحها على هؤلاء الناس إنسانية من أجل هؤلاء المعذبين الذين ينتظرون مسحة محبة على رؤوسهم اليتيمة؟ نحن نقول لكل الجمعيات لكل إخوتنا العاملين هناك، وأما السائل فلا تنهر. أحسنت. كل من طرق بابك ساعده قدر المستطاع ولو بكلمة طيبة. أحسنت. ويجب أن تضع أناسا يعملون بلباقة وأسلوب جميل. نعم. رده بكلمة طيبة بأسلوب راق لا تجرح الإيمان. هذه فيها كل الحق. نعم. للسائل والمحروم. نعم. يعني إذا كان الكلام جارحا سيؤثر في الشخص، وكما حدث. نعم. مع هذه المرأة. لذلك اليتامى لهم تأثير في حياتنا، وأقول في ذلك أنا كالبرق أعثر باليتامى أبيع الشوق في كأس الندامة أعانق في سلاف الطين طيفي وقلبي في سلال الحرب نامة. حلو. أنا العشاق إن ضل الضلوع ونصف الناي في جرح تنامى. ألا يا ناي ما صفحت جرحي فكل دموعك الكبرى علامة. الله. أنام الليلة محتاجا لشعر يربت خافقي ويعيد شاما. يا الله. أنام الليلة محتاجا لشعر يربت خافقي ويعيد شاما. أنا المجهول في ثغر العذارة وصوتي في غمام الدار قام على الشطآن أبياتا نسجنا فجاء الموج وارتشف النشامة. على الشطآن أبياتا نسجنا فجاء الموج وارتشف النشامة. لفظ أفوك أستاذ جهاد، مرة أخرى بالعودة إلى الحديث عن دور
مؤسسات المجتمع المدني حتى وإن كانت المؤسسات تعيش في بلاد المغترب ويقع عليها تماما ما يقع على مختلف اللاجئين من أبناء البلد الواحد. أنت ترى أن على إدارة هذه الجمعيات أن تقدم ولو الكلمة الطيبة لهؤلاء الأطفال وأن تحسن اختيار موظفيها. لكن إلى متى سيظل السوري يحمل على كتفه خيمة؟ حينما تتكاتف القلوب ويحن بعضنا على بعض ونتخلص من الأنظمة المصغرة في أنفسنا. نعم. نحن نعاني من أنظمة مصغرة في أنفسنا. حينما يتخلص جميل هذا الفلسطيني العربي في كل مكان من الأنظمة المصغرة في نفوسنا، حينها سننتصر، وحينما يكون عداد قلوبنا مطابقا لعداد أعيننا عندها سننصر نبينا وننصر أمتنا وقضايانا قولا وفعلا. أحسنت قولا أستاذ جهاد، إجابة موفقة. خذنا إلى سحب الخيام إذن، إلى سحب خيامك. نعم تفضل. سحب الخيام، سحب الخيام. نعم. أرى سحب الخيام تقض صوتي، أرى سحب الخيام تقض صوتي وتصلبني على طيف الديار، وتسألني إذا ما قلت شعرا عن الأطفال في جفن البحار، وتسألني إذا ما قلت شعرا عن الأطفال في جفن البحار، عن العشاق مذ صاروا شوايا بثغر البلم في وضح النهار، عن الشيخين عن لبنى وليلى، عن الخابور في كف البرار، لأني في عيون الحرب أصلى وذاك الظعن مفتاح الشرار. سأبقى تلوموني، تلوموني إذا ما قلت، إذا ما ذبت شوقا، تلوموني، تلوموني إذا ما ذبت شوقا، وصرت الناي في دمع القرار، لأجل النوق عازفة تصلي وبعض الناس حاقدة المسار. يا الله. تلوموني إذا ما ذبت شوقا، وصرت الناي في دمع القرار، لأجل النوق عازفة تصلي وبعض الناس حاقدة المسار. سأبقى في أنين الحرف معنا وأنثر شامتي فوق الجرار، لعل قصيدتي كالأم تسمو وتمنح شامنا في العيد غاري، لعل قصيدتي كالأم تسمو وتمنح شامنا في العيد غاري. هي سامية بالفعل. أستاذ جهاد، الآن لابد من استراحة، ما رأيك؟ نعم بكل تأكيد. مشاهدينا الكرام، إذا نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، نذكركم ضيفنا هنا في استوديوهات الرافدين الشاعر جهاد محمد الخالد الشاعر السوري. أهلا وسهلا بك أستاذ جهاد. أهلا بكم مرة أخرى وأشكركم على حسن تفاعلكم. أكثر سعادة وأكثر تفاعلا بسبب قصائدك الجميلة التي تحفزنا وتستفزنا. قبل القصيدة حدثنا عنها، مضمونها، قصتها إن كان لها قصة. كتبت إحدى الشاعرات سمية اليعقوبي، نوجه لها تحية، ونحن بدورنا نوجه للشاعرة التونسية سمية اليعقوبي أكيد كل التحيات من برنامج بيت القصيد، وهي كانت في إحدى المرات ضيفة هنا في بيت القصيد عبر سكايب. تفضل أكمل القصة عن سمية. فكتبت قصيدة
تتحدث فيها عن حرصها عن على حياة الشباب. نعم. مهما تقدم الإنسان بالعمر يعني هي تريد أن تبقى دائما في مرحلة الطفولة، في مرحلة البراءة. نعم. في مرحلة الشباب، فتحارب العجز، تحارب أنت الشباب. عرضتها أم أنك نسجت على ملالها؟ عرضتها بقصيدة هي سألت. نعم. سألت في نهاية القصيدة وأنا أجبتها بقصيدة أخرى. عرضتها بالقصيدة ولكن تشاكلت أو تأيدت معها، توافقت معها في الموضوع؟ لا، أنا تحدثت عن شيخوختي كطفل. إذن على طرفي نقيض. نعم. من ناحية الشعر فقط. نعم. وهذا ما نرجوه، تفضل. نعم. إلى القصيدة الآن. قلت في تونس الخضراء طيف عراقنا، في تونس الخضراء طيف عراقنا، يرنو بدرب القلب حتى أذكره، إن تسأل الأقلام عن شيخوختي، طفل بأرض الشام يفتق دفتره، في تونس الخضراء طيف عراقنا، يرنو بدرب القلب حتى أذكره، إن تسأل الأقلام عن شيخوختي، طفل بأرض الشام يفتق دفتره، كي يسأل العنوان عن مأساتنا، كي يسأل العنوان عن مأساتنا، ويبيع ذاك الناي حزناً أسكره، ويبيع ثغر الليل صوت شبابه، مذ هز طفل البل شيب أنذره. لا تكسري ظهر القصيد بدمعة، إن صرت ذاك اليوم أماً مجبرة. لا تكسري ظهر القصيد بدمعة، إن صرت ذاك اليوم أما مجبرة، وغدوت أصرخ في الغياب، وغدوت أصرخ في الغياب لعلني أنجو بطيف القدس حتى أنصره، وغدوت أصرخ في الغياب لعلني أنجو بطيف القدس حتى أنصره، إن تسأل الأطفال عن شيخوختي، طفل أضاع الحلم حتى أبصره. يا الله. إن تسأل الأطفال عن شيخوختي، طفل أضاع الحلم حتى أبصره. طفل أضاع الحلم حتى أبصره، وحتما سيبصر الحلم الطفل، والحلم سيبصر الطفل أيضا. وردت كلمة أو مصطلح البلم كثيرا. نعم. معك، أنا أعرفه. نعم. ولكن حبذا لو توضح لي، يعني عديد من المشاهدين. نعم. لا يعرفون هذا المصطلح، ما معناه؟ البلم هو قارب المطاطي، استخدمه المهاجرون السوريون للذهاب إلى أوروبا عبر البحار، وقد غرق الكثير من السوريين في البحر بانفجار البلم وقلاب الأمواج عليه، فأثر ذلك كثيرا في حياتنا. إذن هو قارب المطاطي، استخدمه المهاجر السوري للعبور إلى أوروبا. أيهما العدو للاجئ السوري، البحر أم البلم أم ربما التقدير الخطأ للموقف؟ لأننا لا نكون عاطفيين كثيرا بصراحة. اللاجئ يتمسك بقشة. نعم. ويهرب من الموت، لأن السهام والنبال في ظهره، لم يقف العالم معه بشكل جيد، فتمسك بقشة، وهذه القشة التي كسرت ظهر السوري، فغرق الأطفال في البحار. لا تخافون؟ نحن لا نخاف، نمتلك الألم ونمتلك الأمل في نفس الوقت، نعاني ولا نقنط من رحمة الله. هل الوجع يمكن أن ينسى؟ الوجع لا ينسى، حتى وإن انتهى، ولكن يجب أن نستثمر الوجع للبحث عن الأمل، للبحث عن تطوير أنفسنا، أن نستفيد من هذه التجربة السابقة، من ألامنا، من أخطائنا، حتى ننصر أنفسنا في نهاية المطاف. هذه الحالة العجيبة للتجربة السورية، ويعني توجه الكثيرين مكرهين طبعا إلى أوروبا، وبعضهم إلى أمريكا، وآخرون ربما إلى دول عربية، مجبرين أن يكونوا نازحين أو مقيمين أو لاجئين أو غير ذلك من التسميات القانونية أو غير القانونية حتى الإنسانية. هذه الظروف ألا ترى أنها ربما تكون سبباً بتشكيل مختلف لطبيعة الواقع السوري في المرحلة المقبلة؟ أم أن هؤلاء ربما يعودون في يوم من الأيام؟ هل هذا ممكن؟
طبعا هناك تخوف على تأثير الثقافة الأوروبية في مجتمعاتنا، ولكن السوري يحلم بالعودة كما يحلم الفلسطيني والعراقي واليمني بالعودة إلى دياره. ما الذي يمكن أن يحفز السوري على العودة باعتقادك؟ ذهاب الأنظمة الدكتاتورية الموجودة في مجتمعاتنا وعودة السوريين للتكاتف. إذا لم يتكاتف السوري سيعود إلى الخراب وإلى الدمار. أما إن كان يحمل في نفسه حلما جميلا مشرقا يجب أن يعود ليطور بلاده ليبنيها من جديد. يعني أنت ترى أن ذهاب الأنظمة وحدها مسألة غير كافية؟ ذهاب الأنظمة وتكاتف الشعوب. إذا لم تتكاتف الشعوب ما الغاية من ذهاب الأنظمة إلا أن نتخلص من النظام المصغر في ذواتنا. أحسنت أستاذ جهاد. إلى القصيدة الجديدة وأعطنيها هذه القصيدة. ماذا ستقرأ علينا هذه المرة؟ سأقرأ عليك شيئا، لكن يجب أن أبين قضيته. تفضل. الأصدقاء. نعم. الأصدقاء في هذه الحياة نادرون، والمخلصون يعني نادرون. ربما نحن نعيش اليوم في زمن الأعدقاء. نعم، وهذا مصطلح جميل، الأعدقاء. إذا وجدت صديقا تمسك به، والإنسان حتى يحصل على هذا الصديق الرابع المخلص يجب أن يتمسك بثلاثة أصدقاء: إيمانه، أن يتمسك بإيمانه وعائلته وصحته حتى يحصل على الصديق المخلص. حسنت. إن أهمل إيمانه وعائلته وصحته لن يحصل على صديق مخلص، لأنه أهمل أمورا مهمة في حياته، فكيف سيجد صديقا مخلصا يهتم به؟ أحسنت. فلذلك القصيدة وهي الصديق الأوفى. نعم الذي لا يخون. نعم القصيدة صديق. فلذلك نود سماع هذه القصيدة منك الآن. عنوانها: ما أنا في الربع زور. ما أنا في الربع زور، اسقني شعري ونثري في دنان الحرف خمري. اسقني شعري ونثري في دنان الحرف خمري. بعض أصحابي غثاء، بعض أصحابي غثاء، شيبوا شوقي وصبري، أفزعوا صفو الحكايا واعتلوا في السوء ظهري. بعض أصحابي غثاء، شيبوا شوقي وصبري، أفزعوا صفو الحكايا واعتلوا في السوء ظهري. نقف. تفضل أكمل. ما أنا في الربع زور، اسقني شعري ونثري في دنان الحرف خمري. بعض أصحابي غثاء، شيبوا شوقي وصبري، أفزعوا صفو الحكايا واعتلوا في السوء ظهري. هيجوا جرح الشوايا فاستباح الجن نحري. إن دنوا مني سحاب يغدق القلب وثغري. إن دنوا مني سحاب يغدق القلب وثغري. إن هوت مني طيوفي أضرموا في النار صدري. إن هوت مني طيوفي أضرموا في النار صدري. أي صحب يا كراما إن رقصتم فوق قبري. واستحال العجز في واستطاب الحزن أسري. أين أنتم يا رفاقي؟ أين أنتم يا رفاقي؟ هل سلوتم بعض قدري؟ هل سلوتم بعض قدري؟ أين أنتم يا رفاقي؟ هل سلوتم بعض قدري؟ أم تناسيتم زمانا حين بعت الشعر بحري؟ كي تعوموا كي تدوموا كي أراكم كل فجري. الله الله. أين أنتم يا رفاقي؟ هل تناسيتم؟ أين أنتم يا رفاقي؟ هل سلوتم بعض قدري؟ أم تناسيتم زمانا حين بعت الشعر بحري؟ كي تعوموا كي تدوموا كي أراكم كل فجري. اسقني شعري ونثري كي أنوح اليوم بدري. ما أنا في الربع زور، آية العشاق شعري.
ما أنا في الربع زور آية العشاق شعري. آية العشاق مثل هذا القول الحسن. أعطني هذه القصيدة العذبة الممتلئة، وإن كانت خفيفة من حيث الإيقاع إلا أنها أيضا كانت خفيفة على اللسان، فقيلة في الوجدان. أستاذ جهاد، دعنا نتحدث عن فكرة الأعدقاء اليوم. ألا ترى مثلي ومثل كثيرين أنه ينبغي علينا دائما أن نترك مسافة أمان ويعني نظر بعيد ما بيننا وما بين جميع الناس دون أن نبالغ بهذا الهوس والاحتياط؟ أنا أقول في العلاقات الاجتماعية ولا سيما في زمن الحروب وفي زمن الفوضى يجب أن تكون هناك مسافة أمان مع حسن النية. مسافة أمان مع حسن النية، وإن أغضبني أحدهم أنسحب من حياته بأسلوب جميل راقي وأجعله يعيش في دوامة لماذا تركته دون أن أمس بمشاعره. هذا هو الأسلوب الجميل المفضل في زمننا هذا، حتى أنام على وسادتي مرتاح البال. كيف يمكن أن نحصل على الصديق الحقيقي في مثل هذا الزمن الذي نعيش فيه؟ الصديق الحقيقي هو الذي يتفقدك دون أن تدري، أن يسأل عنك في أصعب اللحظات، أن يدق قلبه ويشعر بحالك وأنت مريض وأنت مسافر وأنت تعاني ولا سيما في الغربة. أما إن قال لك حينما تشفى بمعنى في العامية خلينا نشوفك، فهذه صداقة سطحية. أما إن فاجأك وإن مرضت وإن شك بأمر معين ولا سيما أننا في زمن الكورونا، يأتي ويقف تحت شرفتك وينظر إليك ويحاورك، هذه الكلمات وهذا الأسلوب الجميل كالبلسم كالدواء. أما إن ابتعد عنك خشية على نفسه فهذا ليس بصديق، وإنما هو رفيق درب أجبرتنا الحياة على التعاون معه. أحسنت، يعني هو من رفقاء مرحلة معينة، مهمة معينة، مكان، ارتباط زمني محدود بوقت ومكان، يعني ربما مع مرور الزمن تنتهي وتنقضي الحاجة لمثل هكذا علاقات عابرة. علاقات عابرة، ولكن سطحية. يجب أن ننسحب بهدوء وبأسلوب جميل راقي حتى نؤثر في نفسه وحتى يراجع نفسه. قبل أن نذهب إلى القصيدة الأخيرة الآن أستاذ جهاد، أو قبل الأخيرة، دعنا نتحدث عن فكرة القيمة التي ينبغي أن يتبناها النص الشعري، القيمة والخلق الحسن. سألني أحد الصحفيين منذ 10 سنوات حول هذه القضية، قال لي ما المطلوب من المرسل أو الشاعر الكاتب؟ قلت له أن يجب أن يحمل النص الأدبي قيمة، هذه القيمة يجب أن تكون أخلاقية لا تتعارض مع النص الديني، وتعبر بأسلوب جميل ولطيف، ويجب أيضا أن يراعي الكاتب المتلقي. أحسنت. هناك متلقي ناقد ومتلقي عامي. نجد الكثير من الأصدقاء يقول أين أنا من النص، حينما يغرق الشاعر في الرمزية وفي الغموض لا يجد العامي نفسه في هذا النص فيشعر بالألم، هو يريد أن يعبر عن مشاعره تجاهك لكنه لا يفهم شيئا من النص، لا يجد نفسه في هذا النص. خذنا إلى نص نفهمه وربما يكون صادرا عن القلب فيصل إلى القلب طواعية. إنه سيصل إلى القلب لأنه يتحدث عن الحب، عن الجمال. تفضل. لذلك أقول، ولهذا النص مناسبة جميلة اختصار، نعم أقول يعني مناسبته تفضل. هو الحب الجميل الصادق، الحب بغير ميعاد، وهذا ما مررت به، حب جميل. بغير ميعاد، فكتبت هذه القصيدة فتفاجأت تلك الأنثى بقصيدتي البسيطة الجميلة، لكن العنصرية حالت بيني وبينها، فأقول الحب هو أبجدية يخترق كل اللغات، وهو أجمل من كل العنصريات. تفضل. فقلت لها سمراء مهلا، أما في الحب من قدر، أهذي إلى مقتل العينين بالسحر، ليت المقام على أوراقي دفتركم حول الأنامل ذات الملمس الدرري، أهوي على مهل من فوق ساحتكم
أسمو على أمل بالمبسم النظري حوراء قد أسرت عينين من كبدي تلظ في حرق في ساعة السحر الليل يحسدها البدر يغدقها النوق تعشقها آيا من السفر النوق تعشقها آيا من السفر. ربما كنت تحب امرأة تشبه الصحراء ولذلك استوردت فكرة النوق من أجل إنها لا الخوض في فكرة السفر. هي لا تشبه الصحراء، إنها الغيث، إنها العطاء، ولكنني تخيلت نفسي في رحلة إليها وكانت رحلة شاقة. أحسنت. وصلت إلى قلبها. نعم. ووصلت إلى قلبي، لكن العنصرية حالت دون بيني وبينها ودون الحصول عليها. نرجو لك كل التوفيق. في السؤال الأخير، أمنيتك لكل من تحب أينما كانوا وحيثما وجدوا. أتمنى للجميع أن يعيشوا بطمأنينة وسلام، وأن يكونوا على قلب واحد، وأن يحسنوا الظن ببعضهم، وأن يقفوا إلى جانب بعضهم بعضا حتى يتغلبوا على كل الصعاب ويتغلبوا على كل العوائق التي تمر بنا، ولا سيما في هذه الحياة الصعبة. إن شاء الله. نريد أن تختم بأبيات قصيرة. نعم. ماذا أنت قائل؟ نعم، أبيات قصيرة تفضل. نعم، هي مناسبة وجود فيروس كورونا في مجتمعاتنا. تفضل. نسأل الله أن يعافينا. آمين. ويعافي العالم أجمع. دموع في جبتي نازح لما سجرت الحزن في سردابي، وتهافت الكوفيد ينقر بابي. وغدوت مصلوب الفؤاد، أضلني نعي الهوى والجن والأغراب. وسلوت في تلك الدموع طريقنا، وانشقت الأمواج من أثوابي. ورأيت وزر الشعر يرسم عبرة ويقول يا غفار هاك سحابي، إني أنين الليل أذرف نجمه ما لاحت الأقدار وسط غيابي. أدركت أن الله يدرك ضعفنا، فنسجت بالتسبيح حوت إيابي. الله. يا سامع الحيتان في شعري أنا، عبد أضاع الطوق من أخشابي. أدركت أن الله يدرك ضعفنا، فنسجت بالتسبيح حوت إيابي. يا سامع الحيتان في شعري أنا، عبد أضاع الطوق من أخشابي. مستغفرا جل الذنوب ودقها، لتعيد بالمنات نبض صوابي. ودنا يؤمل من حنانك سلما، علي أذوق اليوم كأس ثوابي. جميل. وأطير في كف الجنان منعما، مذ قلت ربي قد كشفت عذابي. وأطير في كف الجنان منعما، مذ قلت ربي قد كشفت عذابي. جنبك الله العذاب وجعلك دائما تقول من القصائد العذاب. شكرا جزيلا لك الشاعر جهاد محمد الخالد من سوريا. مر الوقت سريعا وانتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. وأنا أيضا أشكركم على رحابة صدوركم وعلى استقبالكم الجميل، وأشكر العاملين في قناة الرافدين. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.